عمر تيفي. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة المغفرة. اللهم اجعل لك ذكارين، لك شكارين، لك توابين، لك رهبابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين، يا أرحم الراحمين. اللهم عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، عفوك يا رحيم، عفوك، عفوك يا غفور، عفوك، عفوك يا رحيم، عفوك، عفوك يا ودود، عفوك، عفوك يا رحمن، عفوك، عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك. اللهم انصر إخوانا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم عليك ببشار الأسد وأوعانه المعتدين. اللهم عليك
ببشار الأسد وأوعاله المعتدين. اللهم عليك ببشار الأسد وأوعاله المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في حلب الذين قتلوا إخواننا المسلمين في خاص. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في سوريا عامة. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في سوريا في فلسطين وفي أفغانستان وفي بلاد الشام وفي ميانمار وفي اليمن وفي العراق وفي أفريقيا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في سوريا عامة. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في سوريا عامة وفي حلب خاصة. اللهم إنا نشكو ضعفنا اللهم إنا نشكو ضعفنا اللهم إنا نشكو ضعفنا وقلتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل بلدتنا بلدة مطمئنة اللهم اجعلنا بلدة خاصة لإندونيسيا مطمئنة آمنا يا رب العالمين. اللهم إنك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا استجب دعاءنا فإنك أنت السميع الدعاء.
تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، فإنك أنت السميع الدعاء. اللهم اشف مرضاهم للمسلمين والمجاهدين في سوريا، اللهم اشف المرضى للمسلمين في فلسطين وفي يمن وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. عمر تيفي.